اول حاجه ماشي جديده عليا انني نلعب في مدينه الرباط فيه شحال من مره. الحمد لله اليوم كان تواجد ديال الجمهور بزاف بزاف وكان واحد التفاعل لا انا لا ليكيب ما تخيلناش. وكما شفتوا راه طلعنا لاصين درنا داكشي اللي كان خاصو يدار. الجمهور تيبغينا ما عرفناش علاش واحد وقع لي كنبقى ساكت بزاف ما كنهضرش شي مرضات الوالدين وهادشي اللي كاين. والله ما عرفتش يمكن قلت لك وقع لي حيت ما تندويش بزاف. انا ما تشوفنيش في الانستغرام ما تشوفنيش في ستوريات ما تشوفنيش كن عساكت كندير موسيقى وكنسكت هادشي علاش. حب متبادل. الجديد ديالي تقريبا هاد الصيف هذا فيتشرينغ مع واحد الشخص اللي تيتسناه كلشي تقريبا كلشي تيتسنى واحد فيتشرينغ مع واحد خونا وغيكون من هنا لهاد الايام هذا وغادي يعرفوا غنحط واحد اللعيبه وغيعرفوا شكون هو. واخا شنو مسقط الراب شي هذا واحد التطور اللي كاين يجي كتطور هذا انسان مهدو تيكبر مهدو تيعرف بزاف الحوايج في الموسيقى. اهم حاجه منها هي انك ديفلوبي راسك شويه باش توصل لارج بوبليك. خصك شويه تكون موسيقي ما تبقاش محدود في واحد الحاجه حيت الناس اللي بقاو محدودين شحال هذه في واحد الحاجه سالاو وقفوا ما قدروش يكملوا. جو بونس انا واحد الانسان اللي كيتصنت لكل شيء كيتصنت للراي كيتصنت للبوب كيتصنت للريغي كيتصنت للشعبي كيتصنت الناس الغيوان كيتصنت لاي حاجه. دونك كنحاول نلقح من جميع الموسيقى وتنخرج واحد لاصوص اللي هي سبعة جون كيما شفتوا اليوم بنادم تيجي على ديك الموسيقى ما عرفتش علاش كتعجبو على حيت كنكتم من القلب ديالي هادشي اللي كاين. سبعة جون معظم اغاني فيها لمسه الوالد وي واخا ما كيكونش الموضوع لا مرحبا انا فين الكاميرا الوالده انت اللي كاينه باش تعرفي واحد القضيه ديما تنجبدك لحقاش عزيزه عليا تنموت عليك انت اهم حاجه عندي في حياتي. من غير الله وصحابي ووالداتي وداك الشيء المهم كتلقى الام واحد الحاجه اللي عظيمه هادشي علاش كنبغى بزاف هادشي علاش كنجبدها. المنتخب المغربي غير عاد رسالتي اخويا يخليونا بهذه الفرحه اللي استقبلنا من عندهم هذه الايام هذا كنا فرحانين صراحه بزاف كاع مكرهناش شي نهار يكون شي تتويج بشي لقب ولا شي حاجه من طرف المنتخب سواء كاس افريقيا سواء الكاس اللي لاعبين عليه دابا سواء ما عرفتش شنو هو. شنو الميساج ليهم؟ كنقول لهم سير كما الجمهور. حبيبي. كاين دابا حاليا ديال النزاعات ما بين الفنانين. مرحبا. واش الراب هو فيه نفس النزاعات اللي كاين في الموسيقى الشعبيه؟ الراب شبع النزاعات كيتعاطاو بحال العيالات باش تعرف واحد القضيه بزاف اللي كيبقاو يتعاطاو. انا ما عنديش مع المعطيه بنادم ما تيشوفنيش في ستوريات نهار تنخرج بشي حاجه راه تنسكت بنادم انا الواحد اللي ما تيقدرش يجبدني بنادم عرفني ميكرو. واحد الرساله ديالك كيكلاشيو بواحد المستوى رديء. لا انا ما نوصلش كاع نخسر معاك الهضره انا بنادم تيخاف مني بلا ما نخسر الهضره باش نكون واضح. بغيناك حنا توجه رساله للشباب. الشباب نقول لك دابا هما واصلين واحد النيفو ما نكذبش عليك واصلين واحد النيفو اللي واحد الوقيته غيعيقوا واقيلا حنا عقلنا كبر قبل واقيلا هما غدوز واحد 6 سنين شويه تلقاه بحالي شو هو عايق فاهم الوقت باقي صغير باقي ما عارف شنو باش يدير. وخصنا هاتوا دايره الكلاشات. دايره الكلاشات اخويا زوينه تتروج القضيه وكل شيء تيتمعاش فهمتي كل شيء. انا اللي جبدني دبر عليها مرحبا. سمعتوني حبيبي على فكره تصدر في الفوندونس كنشوفوكم مؤخرا يعني سبعاتون فوندونس كاين واحد فنان اخر يتنافس مع سبعاتون فوندونس اللي هو القناوي تقريبا شوف بلي على هذا الفيلم. اول حاجه القناوي صديق ديالي خويا عزيز عليا. ثاني حاجه طوندونس ما بقاتش شي حاجه كانت شحال هذه الطوندونس عندها قيمه دابا راه الحلاوي وكلشي طالع في الطوندونس ما بقاش عندها قيمه بحال شحال هذه فهمتي ما بقاش بنادم تيتميز زعما بالطوندونس فهمتي. رسالتي للجمهور اخويا هذه اللي جاو كاملين اليوم اول اهم حاجه غنقول لهم المهم الا كان يوصلهم الفيديو ما يتقولبوش يبعدوا غير من الدروغا يصوفيو الوالده ديالهم صوفي راسك عاق بالوقت فهمتي تنقى صوفي راسك نسى ليا بنادم ما تبقاش
تبقاش ديال بنادم اللي تيبين لك داكشي في هذاك الشيء المواقع، ماشي هو الواقع.